هنتكلم عن حاجة يمكن تحس ان انت خدتها قبل كده، يمكن الكلام اللي هقوله هيبقى فيه حاجات مكررة، بس المهم ان انت هتشوفه بوجهة نظر جديدة. انت في سنة اولى درست الاستراكشر، ترسم شير، ترسم مومنت، جيت الترم الثاني شفت الاستريسز. بس السؤال ليه كل ده؟ ليه بنعمل الكلام ده كله؟ هيفيدك ايه ما تبقى مهندس؟ يمكن نظره قاصره لبعض الناس ان انا بعمل الكلام ده عشان التصميم، يعني انا عندي منشا معين عليه شويه احمال، قطاعاته معروفه، انا بحسب الاستريس اشوف هي مظبوطه ولا لا. التفكير ده غلط، التفكير ده نص الحقيقه. وما الحقيقه الكامله ايه؟ الحقيقه ان انت بتاخد الكلام ده عشان تعرف اساسا من الاول انت هتحط المنشا بتاعك شكله ايه. يعني هتحط كاميرا، ولو كاميرا هتبقى مستمره ولا منفصله، كاميرات جنب بعض. طب لو مش كاميرا، لو مش كفايه تحطوا اطار فريم. طب لو ما كفاش هل ممكن تحط شبكيه تراس و و و تمام. تاني، كل الكلام اللي هقوله النهارده هتحس انه كلام قديم، بس المهم ان انت تشوفه بعيون جديده. محاضره النهارده عنوانها ميكانيكا المنشآت والاجهادات، ستراكشر ميكانكس اند ستريس. هتكلم في اول مقدمه كده سريعا عن عايز اقول ايه. هتكلم عن الاجهادات، تاثير تغيير الابعاد على الاجهادات، الاجهادات في الشبكيات التراسس، واخر حاجه خاتمه بتلم الموضوع كله اللي انا عايز اقوله، ونشوف بعد كده الاسئله. طيب اول حاجه لازم تبقى عارف ان انت عندك منشا محمل مجموعه من الاحمال، الاحمال دي مش عند الركايز. طب هو المنشا معمول ليه؟ عشان يشيل الاحمال دي وينقلها الركايز اللي هي الارض بتاعتك. الاحمال بتتنقل من نقطه للثانيه عن طريق الاجهادات بانواعها، اجهادات عموديه واجهادات قص. دول النوعين الاساسيين اللي عندنا. وخلي بالك ده كده تصنيف عام. يعني ايه تصنيف عام؟ يعني مجرد بس تقسيمه كده في الاول، وزي ما هنشوف بعد كده ان في تقسيمات اعلى من كده شويه بتدخل الاثنين في بعض. جميل جدا. طيب ايه الهدف من الاجهادات دي؟ طب احنا ليه بنعمل الكلام ده؟ يهمني في ايه اعرف الاجهاد؟ انت امبارح شفت الماده بتشيل قد ايه في كل نوع من انواع الاجهاد. دلوقتي لو حصل ان المنشا بتاعك احد الاجهادات فيه في نقطه واحده بس تجاوزت الماده ممكن تشيله هينهار. تمام؟ وده اللي انت لازم تراعيه وانت بتصمم. يمكن المبدا ده حتى اسمه مبدا الحلقه الضعيفه. ان انت لو عندك المنشا ده تخيلته كمجموعه من الحلقات سلسله كده ورا بعض، فهو هينهار لما اضعف حلقه فيه تتكسر. حتى في يمكن مثل عربي مشهور بيقول لك القافله تسير، في الباقي؟ لا مش الكلاب بتاعه، مش ده. القافله تسير باحتمال اضعافها. يعني لو عندك قافله كده مجموعه من الجمال وفيها جمل ضعيف، فهي هتمشي بسرعه الجمل الضعيف ده. حتى لو كان فيها حصنه بعد كده قدام و و القافله بتمشي مع بعض، فاضعف حاجه فيها هي اللي بتمشيها. نفس الكلام المنشا بتاعك اللي هيأيده هي اضعف نقطه فيه. لو كل قوي وفي مسمار واحد ضعيف هو اللي هيوقع. خلاص؟ طيب نشوف. دي كده كاميرا بسيطة جدا 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 زي اللي خدناها، عليها حمل موزع، ودي رسمة الشير ورسمة المومنت، متعودين على الكلام ده. وهنا بقى يظهر سؤالين. السؤال الأولاني، أغلب الناس لاحظوا إن إحنا هنشتغل في المسابقة بتاعتنا على إيه؟ هل على كاميرات؟ على إيه؟ على ترافس شبكيات. لا، طب أنت بتتكلم في كاميرا إيه دلوقتي؟ تاني حاجة دلوقتي بما انه تراس فالمفروض ان الحمل هيبقى على الوصلات، يعني احمال مركزه، وانا راسم حمل موزع. هل ده معناه ان انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص؟ لا. نجاوب على السؤال الاولاني. كون ان انا عامل كاميرا وانا هتكلم على تراس، لان الكاميرا هي الاصل ومنها جت تراس، هنشوف ازاي دلوقتي. يعني فكره الكاميرا واللي فيها هي اللي وصلت للتدريج خطوه خطوه للوصول للتراس. ثاني حاجه، موضوع ان انا حاطط حمل موزع واحنا هنشتغل احمال مركزه، ده من المبدا اللي احنا قلناه امبارح هنجديه في المسابقه، ان المسابقه هيكون فيها حمل متحرك. ان الحمل هيمشي على كل وسط التراس. الحمل المتحرك لما بتحسب له الماكسيمم بتاعه بيبقى قريب جدا جدا من الاحمال الموزعه عن الاحمال المركزه. يمكن ده هيبان ان شاء الله لما اتكلم على الانفوس لاين وحاجه اسمها الماكسيمم ماكسيمم دايجرام.
ماكسيمم ماكسيمم دايجرام. طيب واحده واحده نشوف دول الشكلين الاساسيين اللي عندنا. انت عندك اللي على الشمال ده بطاع عليه عز فتكون اجهادات. الشكل المثلثي ده انت متعود عليه، خدته ترم اول خاص مواد، خدته الترم الثاني معانا في نظريه الانشاءات، معاك كومبريشن فوق وتنشن تحت لو العز موجود، تمام. طب اللي على اليمين ده ايه؟ ده شكل اجهادات القص اللي هو بيبقى صفر في الاول صفر في الاخر ومنحنى في النص. فاكر القطاع ده كده مجسم، كده كده هنا مجسم لك القطاع، وده شكل اجهادات اللي عليه. هنا اهو ادي اجهادات النورمال عموديه عليه، والناحيه الثانيه اجهادات الشير هي الاسهم اللي طالعه هنا واللي نازله هنا، تمام. هتلاحظ ان انا حاطط كده شويه اسهم صغيره جايه بالعرض. ايه دي؟ دي حاجه اسمها القص المرابط كونجيجيت شير. اي اجهاد شير راسي يبقى معاه دايما قص افقي شير افقي عشان يعمل اتزان. هل هيفرق معايا في حاجه؟ هيفرق كتير جدا 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 زي ما هتشوف دلوقتي. جميل جدا. الشكلين دول الشكلين البسيطين دول هم اساس كل حاجه في الديزاين. افتكر قبل ما اقلب بس السلايد ان النورمال الكتير فوق وتحت، وان الشير الكتير فين؟ في النص. طيب نيجي على دي. انا خدت قطاع كاميرا بي اتش، القطاع ده عليه مومنت وعليه شير، وجربت اغير في القطاع ده ان انا اغير البي او الاتش، تمام. بكام؟ مش هتفرق على فكره، ايا كان قيمه التغيير اللي هتغيره مش هتفرق معاك. طيب هتغيره هتبص على ايه؟ على ثلاث حاجات. اول حاجه القطاع ده زاد قد ايه؟ طب السؤال المهم هو زياده القطاع تفرق معاك كمهندس زادت ايه؟ فلوس، صح؟ كل ما القطاع ده يزيد يبقى انت عملت ايه؟ دفعت اكتر، حطيت خرسانه اكتر، او لو كان ستيل يبقى ستيل اكتر. طيب ده الضرر او ده اللي انت بتتكلفه. ايه المنفعه؟ لما بتكبر القطاع بتقلل ايه؟ الاجهادات. الاثنين في الغالب بيقلوا، اجهاد النورمال العمودي اف واجهاد الشير كيو. فانا بكل بساطه جيت هنا غيرت البي اللي هو الارض بكام مش مهم، انا مديك النسبه، يعني انا ايه كلها بنسبها. المحور الافقي ده بيديك نسبه التغير بالايه؟ قعدت اغير كذا واحده من اول الواحد اللي هو تحت على الشمال وهكذا لغايه ايه؟ في المساحه لغايه مره ونص. وجيت اشوف الرسمه، المفروض ان انا راسم ثلاث منحنيات. المنحنى الاولاني الازرق او الخط الازرق ده بيوريك مقدار الزياده في ايه؟ اللي هو الخساره اللي انت خسرتها. الاحمر والاخضر الاثنين تحتيه مقدار الانخفاض في اف والانخفاض في كيو، المكسب اللي انت كسبته. دلوقتي انت شايف كم منحنى قدامك؟ كم خط؟ واحد. ليه؟ لان الثلاثه منطبقين على بعض. اللي حصل ان الثلاثه منطبقين على بعض، يعني ده معناه ان انت في كاميرا زي دي لو غيرت البي العرض فانت المكسب اللي هتكسبه في الاف وفي الكيو هو هو بالظبط الخساره اللي انت هتخسرها في الاريا. السؤال دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ الله اعلم، اكيد لازم اقارن حاجات ثانيه، يعني انا بصيت على البي لازم اشوف كمان الاتش تاثيرها قد ايه؟ خلاص يبقى احنا قلنا دلوقتي ان لو انا غيرت عرض كاميرا فده اللي انا بخسره في زياده المساحه قد بالظبط اللي بكسبه في تخفيض الاجهادات سواء اف او كيو. جيت بعد كده قلت لا بلاش البي، ثبت البي، غير الاتش، وبرضه شوف كل واحده فيهم تغييرها قد ايه. هنا اللي حصل بقى ان ظهر منحنيين. بقى عندك الانخفاض في ايه؟ لوحده؟ لا مش لوحده، مع الكيو. يعني المنحنى الخط اللي تحت ده هو هو التغيير في الايه؟ وهو هو التغيير في الكيو. حلو، يبقى انا بالنسبه للكيو ما كسبتش حاجه جديده. بص بقى الناحيه الثانيه الاف، ايه اللي حصل؟ مقدار التخفيض في اف كبير ولا صغير؟ بص كده المنحنى الاحمر شايفينه اللي فوق ده قد ايه؟ كبير. انا يوم لما زودت المساحه 40% قللت الاجهادات 100%. دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ حاجه عاليه جدا. يبقى ده معناه ان انا لو جالي اختيار ان انا ازود البي او ازود الاتش ازود مين؟ اكيد الاتش طبعا، تمام. انا في اللي فاتت خسرت 40% زودت المساحه 40%
وقللت الجهادات 40% ولا حاجه. لكن هنا انا قللت زودت المساحه 40% زودت الجهادات كام؟ او قللت الجهادات قد ايه؟ 100%. يبقى انا لو بفكر صح يبقى انا اسهل لي العب في مين؟ في الاتش مش في البي. خلاص؟ بالنسبه للشير ما اتغيرتش. طب خلاص يبقى الشكل ده بالنسبه للشير مش فارقه معايا. كويس قوي. طب هو انا ملزم على قطاع مستطيل؟ هو انت كل كمراقد خرسانه وبتصبها بي في اتش وخلاص؟ اكيد لا طبعا. انت ممكن القطاع بتاعك ياخد اشكال ثانيه، ممكن ياخد شكل تي او شكل اي. نشوف الاي. انا جبت قطاع مستطيل 20 في 60 قصيت منه شويه خليته اي بيم 20 في 60 برضه، بس سمك الويب بتاعها 1 سم وسمك الفلانجة فوق وتحت 2 سم. وتعالى نشوف انا كسبت ايه وخسرت ايه. اولا المساحه قلت 7.8 مره، ده مكسب. اجهاد النورمال زاد 3.4 مره، يعني زاد 340%. يعني انت تقلل المساحه 7 مرات الاجهاد يزيد 3 مرات بس، ده شيء ممتاز، ممتاز جدا. يعني ده معناه ان القطاع ده لو كان بنفس المساحه كنت هشيل اجهاد تقريبا الضعف. دي حاجه ممتازه جدا جدا جدا. بس في خساره ان اجهاد القص زاد معاه 14 مره. يعني انا قللت المساحه تقريبا 8 مرات، في المقابل نفس القطاع ده الاجهاد العمودي عليه زاد 3.4 مره، زاد زياده قليله، مش زي زياده، مش زي المساحه اللي قلتها، مش زي الخساره. لكن الخساره الكبيره كانت في اجهاد القص. حطيت لك علامات تعجب. تعال نناقش الموضوع ده واحده واحده. دلوقتي هو ليه الاجهاد العمودي زياده دي ما كانتش فظيعه قوي؟ افتكر اول رسمه، لان هو تركيزه فين؟ فوق وتحت، عشان كده هو بيفرق فوق وتحت. انا فوق وتحت لسه محتفظ بالقطاع بتاعي، ده المكسب. على النقيض بقى ليه اجهاد القص فرد قوي؟ هو كان الجزء الكبير فين؟ في الويب في النص، عشان كده لما الويب صغر ايه اللي حصل لاجهاد القص؟ قفز قفزه كبيره. السؤال بقى المهم جدا جدا جدا، هو انا زياده الاجهاد دي بالنسبه لي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لو انت بصيت بالنظره الاولى كنظره مش مهندس هتقول حاجه وحشه طبعا. يعني انا اقلل القطاع بتاعي 7 مرات الاجهاد يزيد 14 مره، كنظره واحد بتاع ارقام دي خساره، ولكن كنظره مهندس دي مكسب جدا 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 جدا. ليه بقى؟ دلوقتي وزي ما انت كنت بتحل في المسائل بتاعتك اجهادات النورمال عاليه. اجهاد النورمال انت بتتكلم في 100 ميجا باسكال 200 ميجا باسكال، فانت بتخاف منها جدا جدا جدا، فعشان كده انت بتراعيها. ويوم ما قلت ان هي زادت 3 مرات بس انا مطمن. على الناحيه الثانيه اجهادات القص ايه؟ تافهه جدا جدا جدا. لو انت حل مساله كاميرا وجيت تشوف اجهاد النورمال طلع 200 ميجا باسكال هتلاقي ان اجهاد القص اللي قدامه 10. هل دي حاجه كويسه؟ هل شيء كويس ان انا استخدم الماده لاقصى احتمالياتها في النورمال وفي القص استخدم حاجه قليله؟ لا لا، دي حاجه وحشه جدا جدا جدا. دي بالظبط عامله زي ما انت جبت تكييف سخن ساقع وانت في منطقه حر طول السنه، ده اختيار كويس؟ انت مش محتاج الا ايه؟ الساقع بس، انت ما استخدمتش جزء السخن اللي فيه، صح؟ لكن لو انت التكييف ده حطيته في منطقه زي اسكندريه اللي هو الحر فعلا بيبقى حر والبرد بيبقى برد، هل انت كده استخدمته كويس؟ ليه؟ استخدمت دي لاقصى كفاءه ودي لاقصى كفاءه. طب ماشي، ايه علاقه ده بموضوعنا؟ اجهاد القص قليل، فانا لما ارفعه 14 مره يبقى ده معناه ان استخدمت الماده في القص لايه؟ لاعلى كفاءه ليها، وعلى فكره هو برضه مش هيوصل لاعلى كفاءه ليها، لان حتى مع ال 14 ضعف اللي انا استخدمته ده بيفضل برضه اجهاد القص ايه؟ قليل شويه. كل اللي هيحصل بس ان انا هرفعه من 10 ل 60 او 70. على فكره هو ممكن يشيل لغايه مثلا 200 او 140 بلاش 200. تمام؟ يبقى انا دلوقتي اللي حصل ان انا بتفكير ذكي شويه بتخفيض في القطاع قدرت اوفر كتير في الماده، ده اول مكسب. ارفع الاجهاد النورمال الاجهاد العمودي لدرجه اقل من اللي انا خسرتها في المساحه او اللي انا خسرتها في المساحه مجرد زودته 3 مرات بس،
وفي نفس الوقت خليت القطاع بتاعي يكون اجهادات قص عاليه هو يقدر يتحملها بدل ما هو بيتحمل ارقام تافهه جدا. تمام؟ لغايه دلوقتي انا وصلت للتراس لسه، بس ده المدخل. طيب تعال نشوف نفس الفكره اللي انا عملتها في القطاع المستطيل على الاي، يعني هغير كل بعد من الابعاد. هو في اربع ابعاد اساسيه، البي والاتش تي اف تي فلانجر لتحت ودي ويب. طيب اول حاجه هشوف ان انا هغير البي. دلوقتي بقى هتلاقي بقى المنحنيات تبدا فعلا تبان. دلوقتي انت عندك ده الانخفاض في ايه؟ اهو المنحنى الازرق. او الزياده في ايه؟ دي الخساره. هنا الانخفاض في اف قد ايه؟ ممتاز. مش زي المستطيل، مش نفس النسبه تقريبا، بس ما زال اعلى منه. الاحمر ده مكسبي، الازرق خسارتي. انا خسرت في المساحه قد كده، بس في المقابل كسبت في الاجهاد الاف قد كده. طيب في اجهاد الكيو لا، ما اقدرش اقول ان انا كسبت، انا خسرت فيه شويه. بس احنا زي ما قلنا في السلايد اللي فات على طول، مش مهم قوي الكيو. جميل جدا. نشوف الاتش بقى. لا دي الاتش مهمه جدا. بص كده هتلاقي ان منحنى الخساره اقل منحنى فيهم. يعني انت بتخسر في المساحه قد كده بانك تزود الاتش، بس في المقابل اهم حاجه طبعا ان اجهادات الاف اللي هي المنحنى الاحمر اللي فوق ده الزياده فيها ايه؟ رهيبه. رهيبه جدا. انت بتتكلم هنا ان دي لو 7% دي 22% مكسب قد ايه؟ ثلاث مرات الخساره. مش كده وبس، ده انت عندك كمان الكيو فيها مكسب عالي جدا. الانخفاض في الكيو حوالي 16%، يعني اقلل المساحه او اظن المساحه حاجه صغيره تقل الاف كيو بالمقدار ده. يعني تغيير الاف ايه؟ تغيير فعال جدا 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 ومؤثر جدا جدا جدا. تمام؟ طيب نشوف الاثنين التانيين. التي فلانجر، خليت الفلانجر اللي تحت واللي فوق يبقوا اتخن شويه. ايه اللي حصل؟ هنا دي الخساره، المنحنى الازرق. الاف لا، الاف المكسب اللي فيها اعلى. يعني ما زال شيء كويس. الكيو مش قد كده، منخفضه. يبقى انا لو مشكلتي في الاف ومش في الكيو يبقى زياده الفلانجه دي حاجه كويسه. جميل جدا. شوف اخر واحده اللي هي ان انا ازود سمك الويب، التي ويب. جيت هنا اللي كان متوقع ان انا فعلا كسبت في الكيو، بس في الاف ما كسبتش قد كده. تمام؟ طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ المفروض ان انت يوم ما بتحب تدرس تغيير معين تشوفه على كل الحاجات اللي عندك، وتشوف انت مين اللي يفرق معاك. هنا احنا شفنا ان الاتش كانت هي اعلى تاثير، بس ده مش معناه دايما ان انا لازم ازود الاتش. يمكن المشكله تبقى في الكيو بس. ففي الحاله دي انا يهمني اكتر مين؟ ان انا اقل كيو، يبقى اغير ده مثلا. تمام؟ ده كده شفنا الاربعه كلهم. حلو، فين التراس؟ في الحقيقه ان شكل الاي ده هو الشكل اللي اتعمل منه التراس. تمام؟ ومنها بيطرح السؤال ده، هل في مشكله ان انا ازود ارتفاع القطاع لحد كبير بما انه هو اكتر واحد فعال؟ يعني ممكن اخلي القطاع بتاعي 20 في 3 متر؟ في الحقيقه في مشكله، ومشكله كبيره جدا. حاجه اسمها انبعاج العصب، باتلينج اوف ويب. انت العصب ده عباره عنك عن ورقه كبيره طويله جدا. الورقه دي لو بارتفاع كبير هيحصل لها ايه؟ هتتنى بالظبط. تمام؟ يبقى انت لو زودت ارتفاع العصب ده لنسبه كبيره قوي، انت هتكسب في الاف وهتكسب في الكيو، بس اساسا ممكن المنشا بتاعك يقع. ممكن العصب ده حاجه واقفه كده تتطبق كده والمنشا يتطبق على نفسه. فكان لازم يلاقوا حل للموضوع ده. كان الحل ان العصب ده يفضل كبير ويفضل ارتفاعه عالي، بس يبقى قطاعه قوي. طب ما انت لو عملت قطاع قوي يعني تخنته، يبقى انت خسرت شكل الاي اللي انا قلت ان انا بكسب فيه. طيب نفضيها، يعني نعمل ايه؟ يعني نعمل تراس. كل اللي هتعمله انت هتقطع العصب ده خالص، مش هتخليه مستمر في المنشا كله. هتحط فوق زاويتين وتحت زاويتين، انت خدت بالرسم الشكل ده ومتعود عليه.
او الجزء اللي فوق ده كانها وصله تراس لوحدها، والجزء اللي تحت كانها وصله ثانيه، وصله علويه ووصله سفليه، هي نفس شكل الاي بالظبط، وهتتصرف زيه بالظبط. زيه ازاي؟ يعني لو عندك الاي ده عليه عزم موجب بيكون تنشن تحته كومبريشن فوق. فاكر في التراس كنا بنقول لك مين التنشن، اللور كورد ولا الابر كورد؟ اللور كورد. ومين كومبريشن؟ الابر كورد. هي دي الفكره على فكره، ان هو شبه تصرف الاي بالظبط طالما ان العزم هو موجب. تمام؟ يبقى انا دلوقتي حليت المشكله اللي فاتت، ان العصب بتاعي ممكن يتنى. ازاي؟ شلته خالص وحطيت فوق كورد تحت كورد، وتر فوق وتر تحت بنفس شكل الاي. طيب هو ده هيبقى طاير فوق وتحت يعني؟ لازم يطرفته ازاي؟ بشكل التراس اللي انت متعود عليه اهو. ده كده الابر كورد وده كده الاوبر كورد، وبعدين حطيت ما بينهم الفيرتيكال والدياجونال، هم دول اللي بيحلوا محل العصب. بيعملوا ايه؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هم بيربطوا الابر كورد باللور كورد، يعني بيخلوا المنشا يتصرف كانه كله حته واحده. تمام؟ الحاجه الثانيه هو العصب كان شايل مين؟ على حسب ما احنا شفنا دلوقتي، كان شايل قوه ايه؟ او اجهادات ايه؟ اجهادات القص. دلوقتي الفيرتيكالز مع الدياجونالز هم اللي هيشيلوا بدل منه اجهادات القص. تمام؟ ويمكن ده حتى هيوضح لك انت كنت بتحل التراس ازاي. الابر كورد واللور كورد كنت تاخد قطاع وايه؟ وعزوم، صح؟ ليه؟ لان هو اللي شايل العزوم. طيب بالنسبه للفيرتيكال والدياجونال كنت تاخد قطاع وايه؟ وسيجما واي. ليه؟ لان هم دول اللي شايلين مين؟ قوى الشير. تمام؟ جميل قوي. نبص بقى على الرسمه دي، لان الرسمه دي فيها حاجه مهمه جدا. هتلاقي هنا ان انا ملون لك اضلاع بالاحمر واضلاع بالازرق. اللي بالاحمر ده اللي هو الكومبريشن اللي هم فوق، واللي بالازرق ده اللي هم التنشن اللي هم تحت. ده بينطبق على الكلام اللي انا بقوله. طب نيجي على الدياجونالز، هل الدياجونالز كان ليهم قاعده معينه؟ لا، كان ساعات بيطلعوا شد ساعات بيطلعوا ضغط، ونفس الكلام ينطبق على الفيرتيكال اضلاع الراسيه، ساعات شد وساعات ضغط، ومع ذلك هم ليهم قاعده. ايه هي؟ لما كنت بتكلم في الاول على الشير كنت بقول خلي بالك الشير راسي وايه؟ ومرافق اللي هو الافقي ده اهو. يعني اي شير راسي بالكاميرا مع شير افقي. التراس مش استثناء، نفس الكلام. زي ما بيكون قوه شير راسيه ولازم يقاومها بيتكون قوه افقيه، والاثنين مع بعض هم اللي بيأثروا في الضلع ده. تمام؟ طيب هل منطقي ان انا في التراس اقول مومنت وشير؟ ما انا بشبهه بكاميرا شبهه. ده لو كان كاميرا كان اتكون على عزوم وشير، صح؟ كان كون تنشن ستريس تحت وكمبريشن ستريس فوق. هو دلوقتي بقى تراس. يعني ايه؟ يعني هيتكون في مومنت؟ لا، حاجه شبيهه بالمومنت. هيتكون نورمال فورس تحت وكمبريشن فورس فوق. دول لو ضربوا في الذراع اللي ما بينهم هيحصل ايه؟ هيكون عزم. نفس الكلام دلوقتي لو كانت كاميرا كان اتكون شيرنج فورس كده، كونينج شيرنج ستريس. لا دلوقتي ده بقى ايه؟ ده بقى تراس. يعني في شيرنج فورس كده والشيرنج فورس افقيه مع بعض في الضلع هيكونوا نورمال فورس، سواء كان الضلع في الاتجاه ده او الاتجاه التاني مش فارق. اتجاه الضلع بس هيوري لك هي شد ولا ضغط مش اكتر. مقدار قوه الشير اللي كان هيتكون في الكاميرا اتحول هنا لايه؟ لنورمال فورس في الضلع. تمام؟ خلي بالك من حاجه، النورمال فورس في الضلع هي السر الثاني في قوه التراس. السر الاولاني هو ارتفاعه الكبير. السر الثاني ان قوه الشير او جهاز الشير عامه ممكن تبقى ضعيفه شويه، ضعيفه نسبيا، لكن مقاومته في النورمال ايه؟ عاليه. يمكن اللي عمل امبارح تجارب نورمال وشير حس بالموضوع ده. الضلع لما تبقى بتشيله نورمال بيقاوم قد ايه؟ نسبة عالية جدا جدا جدا، لكن لو حاولت تخليه يتأثر بالشير ايه اللي بيحصل؟ ساعات بيبقى قوي وساعات بيبقى ايه؟ ضعيف جدا، خصوصا في مادة زي الخشب. لأن الخشب فيها ألياف، فهي في اتجاه قوية في الشير وفي الاتجاه التاني
مش ضعيفة؟ ضعيفة جدا. تمام؟ فبما اني خليت الموضوع كله نورمال وان انا هحط كل القوة دي في اتجاه الالياف يبقى انا كسبت ايه؟ كسبت ان انا بحمله في اتجاه القوي. تمام؟ دلوقتي سواء كانت راس بالشكل ده او الشكل ده التصرف تقريبا واحد. طيب دلوقتي تعال بقى نبص على التراس. هو دلوقتي التراس ده لو كان كاميرا فين اكبر زوم انحناء؟ في النص. تمام؟ يبقى انا دلوقتي في المكان اللي عندي فيه زوم انحناء قويه وبما ان انا عايز اقلل القوه النورمال اعمل ايه؟ ازود ذراع العزل، صح؟ يمكن ده السبب اللي بيخلي التراس بالشكل ده، ان يخلي الجزء اللي في النص ارتفاعاته كبيره عشان يستفيد من ذراع العزم الطويل، لكن لما يجي عند الطرف يعمل ايه؟ مفيش عزوم كبيره، يقوم ايه؟ يقلل ارتفاعه. وعشان كده بتلاقي التراسات معموله باسطح مايله، في النص كبيره جدا وعند الاطراف قليله جدا، تمام؟ خلي بالك نفس الكلام بيتعمل في الكاميرات، يمكن اللي شاف منكم فريم متدرج هيلاقي ان في منطقه معمول بقطاع صغير، في منطقه ثانيه بقطاع ايه؟ كبير. ليه عملوا الكلام ده؟ لان هنا العزم صغير وهنا العزم ايه؟ كبير. هو بيستفيد من الحكايه دي في انه يخفض الماده، تمام؟ اللي بص على كوبري ستانلي، كوبري عامل ازاي؟ عباره عن اقواس، صح؟ في نص البحر الاقواس ايه؟ صغيره، وقرب الركائز قطاع كبير، ليه؟ خلي بالك ان ده كاميرا مستمره، الكاميرا المستمره العزوم السالبه الكبيره فين؟ عند الركايز، صح؟ عند الفيكسيشن او عند الركايز. والعزوم الموجبه اللي تبقى اقل منها تبقى فين؟ في انصاف البحور. عشان كده بيعمل الكبير عند الركايز. نفس الفكره، التراس ده العزم الوهمي او العزم الشبيه العزم الكبير في النص، فلازم هنا يبقى القطاع ايه او الارتفاع ايه؟ كبير. اعتبر كل ده قطاع. وعند الاطراف صغير. طيب العكس بقى، هو الشير. المفروض قوى الشير عند الركائز اكبر وعند البحور اللي في النص تبقى ايه؟ قليله. يمكن ده السبب اللي بيخليهم يعملوا كروس عند الاطراف لو حس ان قوى الشير كبيره. هو الكروس ده الفايده منه ايه؟ انت حطيت بدل ضلع دياجونال واحد اثنين، يعني قوى الشير اللي هنا هتوزع على كام ضلع؟ على ضلعين. طب في النص؟ لا، القوة أقل، فأنت مش محتاج إلا إيه؟ إلا ضلع واحد. السؤال برضو المهم، هل الكلام ده ينطبق على ضلع ثابت أو متحرك؟ أه، على الاثنين، سواء في المومنت أو في الشير. إن شاء الله ده هتبقى أوضح كتير جدا جدا لما نتكلم في الإنفاس لاين بتاع الشكل ده. طيب دلوقتي كل اللي نتكلم فيه نورمال 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 نورمال، ده تراس. أمال إحنا ليه إمبارح في الورش العمل عملنا اختبارات نورمال واختبارات شير؟ خلي بالك حتى لو انت عملت تراس انت ما بتهربش من كل الاجهادات، الاجهادات كده كده موجوده. ليه؟ عشان الشكل ده. بص كده، دي عباره عن وصلتين في تراس، اللي على الشمال وصله فيها اربع اضلاع واللي على اليمين وصله فيها ثلاث اضلاع. نبص على اليمين الاول، دي عباره عن ايه؟ وصله كده تراس مثلا ممكن تكون شبه ايه؟ شبه الوصله دي مثلا بس مقلوبه، اللي هي التي دي بس لتحت اهي. فيها قوه بتشدها من تحت فبيتكون قوه في الضلع ده. وفي قوتين نورمال يمين وشمال عشان بس المومنت، مالناش دعوه بيهم دلوقتي، ما يهمونيش في حاجه. دلوقتي انت بتربط الاضلاع دي ازاي؟ عن طريق انك بتجيب لوح من الخشب بتلزق فيه الضلعين اللي تحت دول وتلزق فيه الضلع اللي فوق. طيب دلوقتي القوه دي بتاثر مين؟ بتاثر على البليد ده بتشده لتحت، والضلع ده بيقويها بيشد لفوق. البليد بيحصل له ايه؟ بيتشد اهو، بيتشد كده، تمام؟ يبقى المفروض البليد ده يقاوم قوه ايه؟ قوه نورمال، تمام؟ السؤال، القوه النورمال دي اللي بتحاول تقطع البليد ده من هنا، هل هي في اتجاه الالياف ولا عموديه على الالياف؟ انت اللي هتقول، صح؟ فانت هتبدا تدرسها. والله طب انا هجرب احطها في اتجاه الالياف واقارن اشوف هل الاجهاد اللي فيها يستحمله ولا لا. والله يستحمله كان بها، ما كانش اجرب الثانيه، تمام؟ طب نفس الكلام في الوصله اللي جنبها،
وصل لجنبها دي زي مثلا ايه؟ يعني زي دي قائم واحد اثنين اربع اضلاع زي الوصله دي او زي الوصله عشان تبقى نفس الاتجاه، ضلع ضلعين فوق واثنين تحت اهي، في قوه هنا وقوه هنا، وقوه في الضلع ده وقوه كده. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ اللي هيحصل كالاتي، الضلع ده كده كله حته واحده في قوه افقيه صح، اللي هي فرق القوتين دول. طب الضلعين اللي فوق ده في قوه راسيه هتتعادل مع القوه اللي جنبها، وفي قوه افقيه بتساوي بالظبط مجموع القوتين دول وفي عكس الاتجاه عشان الوصله دي متزنه. دلوقتي ده معناه ان الضلعين دول محصلتهم قوه افقيه شمال، والضلعين دول محصلتهم قوه افقيه ايه؟ يمين بنفس القيمه. القوه دي والقوه دي بيحاولوا يعملوا ايه في البليد ده؟ تخيل كده اهي، القوه بتودي كده والقوه بتودي الناحيه الثانيه، بيعملوا في ايه؟ بيقصوه صح؟ بيحاولوا يقصوه افقي. تمام؟ يبقى البليد ده عليه قوه ايه؟ قوه قص صريحه، دايركت شير، قص مباشر. يبقى ده معناه ان انا يوم ما هدرس البليد ده هدرس ان هو يقاوم القوه الافقيه دي اللي بتحاول تقصه برضه في اتجاه الالياف ولا عمود على الالياف؟ انت اللي هتشوف، مره هتحطها كده ومره هتحطها كده وتقرر. طب السؤال بقى المهم جدا جدا جدا، هي الدنيا كلها موازي وعمودي؟ وهي الدنيا كلها نورمال وشير؟ هو مش في حاجه اسمها برنسبل ستريس؟ مش في حاجه اسمها ان الاجهادات ممكن تبقى في اتجاه ده حاجه وفي اتجاه ده حاجه ثانيه؟ وده السؤال بقى اللي انا بساله. معنى صح هم سؤالين. السؤال الاولاني، طب هو ايه تاثير تغيير ابعاد الشبكيه التراست على الاجهادات اللي هي القوه؟ هل عدد الباكيات يفرق؟ هل الارتفاع يفرق؟ هل ميل الضلع يفرق؟ حاجه ثانيه، التاثير المشترك ما بين الاجهادين في الخشب تحديدا. يعني على فكره لو كنا بنشتغل في الحديد فالموضوع ما بيفرقش كتير لسبب واحد بس، ايزوتروبيك، لكن الخشب اورثوتروبيك. دي اتقالت امبارح. الحديد ايزوتروبيك يعني ايه؟ يعني النورمال كده زي كده زي كده كلهم زي بعض، والشير والشير كده زي كده زي كده زي كده، بس الخشب اورثوتروبيك يعني النورمال كده غير كده والشير كده غير كده. هل ده معناه ان دي دراسه مختلفه؟ تماما. اللي بيصمم منشا معدني بيدرس حاجه، واللي بيصمم منشا خشبي بيزود عليها كلام زياده. خلي بالك هو بياخد نفس الكلام القديم بس بيزود عليه حاجه. طيب ايه تاثير تغيير دي وتاثير تغيير دي؟ ده ان شاء الله هشرحها بالتفصيل بكره. تمام؟ المحصله بتاع الكلام النهارده ان الاجهادات تتغير تغيير كبير جدا جدا جدا، وتغير كل بعد في منشاك، فلازم تدرس كل بعد على حده. تاني حاجه، كل بعد بيدي تاثير مختلف تماما على كل اجهاد. اخر حاجه، التراس سر قوتها ما بتحول كل القوه وكل العزوم لقوه محوريه ثم اجهادات محوريه فيها، وده سر القوه بتاعتها.